إهمال واضح في أغلب الأماكن السياحية في عموم العراق، أولها آثار بابل العريقة والزقورة، ويتبعها في كربلاء قصر مصطفى خان الذي يعاني الهدم وكثرة الأعشاب الضارة، وأصبح زيارته تقتصر على الحمام الزاجل والثعابين السامة. هذا القصر يعود إلى أحد أثرياء أو ملاك الأراضي القدماء في محافظة كربلاء، بني في بداية ثلاثينيات القرن الماضي. هذا القصر هو مثل ما ذكرت يعود إلى أحد الملاك الذي يملك هذه تقريبا مقاطعة كاملة اسمها مقاطعة أبو عصيد. هذه المقاطعة كانت تعود لهذا الشخص اللي من بيت مصطفى خان، ومعروف يعني من عائلة عراقية سكن في محافظة كربلاء، وكان هذا القصر يعني لأوقات النزهة والراحة ولاستضافة الضيوف وإقامة المناسبات القومية، هذا لأن كان وسمي بالقصر لأن باعتباره في ذاك الوقت هذا يسمى قصرا، لأن المناطق الباقية والبيوت الباقية كانت مبنية من الطين فقط. بالنسبة للقضايا الحسينية بها معالم، وهي مثل قنطرة البيضة، مثل مصطفى خان، مثل خان العطيشي، هذا عدم الاهتمام به، عدم الاهتمام به من جانب الآثار أو من جانب الحكومة، لأن باعتبار هي منطقة سياحية. هاي هسه هذا مصطفى خان من ضمن المعالم اللي موجودة بقضاء الحسينية، خان العطيش من ضمن المعالم القضاء الحسينية، وماكو أي اهتمام به. إحدى القصور التي اختارت لها مكانا بين وريقات التاريخ الكربلائي لما يحتويه من حلقة تربط بين الماضي والحاضر في زمن كان الأفضل به حياة الإنسان. بالنسبة لنا احنا مصورين صحفيين في محافظة كربلاء، أخذنا على عاتقنا توثيق الآثار والتراث اللي موجود في المحافظة منذ سنوات. من ضمن الآثار اللي موجودة عندنا في محافظة كربلاء وفي قضاء الحسينية بالتحديد هو قصر مصطفى خان، اللي يعتبر من القصور التاريخية اللي يرجع تاريخها للثلاثينيات أو العشرينيات القرن الماضي. مع شديد الأسف يعني نلاحظ احنا الإهمال واضح على هذا المعلم الأثري والتاريخي، ماكو اهتمام من قبل الدولة، مع العلم انه هو يقع في نص يعني يقع مكانه بنص المدينة، يعني شارع تبيط داير مدايرة ومكان حلو يعني بنص البساتين. فالمفروض من الحكومة انه اكو اهتمام بهذا الجانب السياحة والآثار. كحال بقية الآثار في عموم المحافظات العراقية، يعاني قصر مصطفى خان من الإهمال، والأهالي داخل هذه المنطقة يطالبون الحكومة المحلية بإعادة تأهيل هذا القصر وإزالة الشوائب الموجودة لتسهيل حركة السواح. لقناة تغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.